اهلا بحضراتكم من جديد، وبالتاكيد الحديث عن مباراه الاهلي والوداد لا حديث يعلو عن هذه المباراه. في تفاصيل كتير بقى بخلاف الامور التنظيميه والامور اللوجستيه والتذاكر والطيران وكل الكلام اللي بنتكلم معاكم فيه في الفترات الاخيره. والنهارده اتكلمنا على الاجتماع المزمع انعقاده في المغرب ما بين وفد الاتحاد الافريقي مع اللجنه المنظمه المنبثقه من الاتحاد المغربي بخصوص بقى العدد المخصص لتذاكر الجماهير، كمان الإجراءات الأمنية لاستقبال بعثة الأهلي، الجمهور هيكون موجود فين في مركب محمد الخامس. طيب النهاردة كمان في استعداد فني، الأهلي بيستعد فنيا بقى لمباراة نهائي إفريقيا بعد الراحة السلبية اللي منحها بيتسو موسيماني للاعبين. وفي هذه اللحظات في محاضرة فنية بيعقدها بيتسو موسيماني مع اللاعبين داخل قاعة المحاضرات في ملعب التتش بالجزيرة، وبكرة السفر. في تفاصيل كتير بقى بخصوص كواليس الأهلي، لذلك أروح مباشرة مع زميلي العزيز محمد توفيق عشان نعرف منه كل الجديد والأخبار عبر الهاتف. مساء الخير يا محمد. مساء الخير الزميل العزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي ومتابعي في كل مكان. طيب يعني حطينا في الصورة معاك بقى أكننا موجودين عندك في ملعب التتش بالجزيرة، أخبار الفريق، الاستعدادات، أخبار المصابين. النهارده بيتسو عامل محاضرة، المحاضرة مطولة شوية، بكرة السفر إمتى؟ كل الأخبار اللي عندك بخصوص استعداد الأهلي لنهائي دوري أبطال إفريقيا بإذن الله. طبعا احنا زي ما ذكرت في مقدمتك هو صوته يعلو فوق صوت النهائي دوري ابطال افريقيا، الاهلي والوداد ان شاء الله مساء الاثنين 30 مايو. طبعا الاستعدادات بدات اليوم يمكن عقب مباراه انبي وفوز النادي الاهلي في الدقائق الاخيره واداء مباراه ماراثونيه. كان في اجازه يومين للفريق الحد والاثنين، اول يوم عوده للتدريبات النهارده، يمكن هيبقى في تدريب النهارده هيبتدي بعد قليل. طبعا في محاضره زي ما انت قلت فنيه دلوقتي داخل غرفه المحاضرات هنا ملعب مختار التتش. يمكن لسه موسيماني بيبدا بقى الشغل الفني. طبعا الفتره اللي فاتت كان في فصل فان ما بين مباراه الدوري ومباراه نهائي دوري ابطال افريقيا علشان طبعا يبقى الملف المحلي الفريق ادى فيه بشكل كويس، ونبدا بقى نفتح الصفحه الافريقيه. فالنهارده كان بدايه الاعداد، اول كلام فني النهارده هيبقى في نهائي دوري ابطال افريقيا، طبعا في المحاضره الفنيه، ومن بعدها هيبقى التدريب الاول هنا على ملعب مختار التتش بالجزيره باذن الله. طبعا هيتكلم فيها عن بدايه بقى التحضيرات والاعدادات. طبعا هو وجهاز المعاون ليه اكيد محضرين فيديوهات والتكتيك اللي بيلعب بيه الوداد، وكل حاجه تخص الوداد هتكون موجوده امام اللاعبين سواء في المحاضرات النظريه او كمان في التدريبات والشغل الفني داخل الملعب محمد. هي على انت بقى اتكلمت على الترتيبات والسفر ان شاء الله، يعني بعثه الاهلي باذن الله يعني تسافر ومعاها ان شاء الله توفيق ربنا ثم دعوات كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله عصر غدا الاربعاء هتسافر للمغرب لاستعدادا لملاقات الوداد ان شاء الله مساء الاثنين القادم. يمكن كابتن سالم عبد الحفيظ وكابتن سمير عدي المدير الاداري لفريق النادي الاهلي طبعا سبقوا البعثه النهارده ل يعني انهاء التحضيرات الاداريه واماكن الاقامه وكل حاجه. وعايز اقول لك يا محمد يمكن يعني من حسن الطالع ان احنا كنا يعني شهر تقريبا كنا في المغرب فريق النادي الاهلي، فالفريق بيتعود على اجواء هناك الدار البيضاء سواء الملعب او حتى كمان اعتقد ملعب التدريب وكمان فندق الاقامه، اعتقد ان الفريق هيكون موجود. طيب توفيق معاك هو اكيد اكيد الاهلي خلال يمكن النهارده في اجتماع في المغرب عشان اكيد الاتحاد الافريقي بيستضيف الاهلي قبل المباراه ب 72 ساعه، فده هيتم الاتفاق عليه النهارده. واذا الاهلي رغب ان هو يكون موجود في فندق الاقامه اللي هيحدده الاتحاد المغربي مع اللجنه المنظمه والاتحاد الافريقي، الاهلي بالتاكيد هيكون موجود في الفندق. الاهلي حب يكمل في نفس اجراءاته اللي هيبداها من بكره في المغرب، وللنهارده الكابتن سيد والكابتن سمير عدلي بينهوا كل الاجراءات، فبالتالي هيستمر. يعني في حريه اختيار عشان في النهايه انت بتختار افضل الظروف الممكنه للاستعداد للنهائي سواء في الاقامه في ملاعب التدريب، لان احنا بنتكلم في خمس ايام، بنتكلم في الاربع والخميس والجمعه والسبت والحد قبل المباراه يوم الاثنين باذن الله. باذن الله يا محمد، يعني زي ما قلت لك ويمكن في اخر زياره لفريق النادي الاهلي في المغرب كانت تقريبا من شهر زي ما قلت لك في ملاقات فريق الرجاء في نفس المدينه وعلى نفس الملعب، فالفندق اللي النادي الاهلي كان مقيم فيه كان هو ده الفندق النادي الاهلي اعتاد الاقامه فيه في كل زياراته الاخيره للمغرب، لانه قريب جدا من ملعب المباراه مركب محمد الخامس، وقريب كمان من ملعب التدريب اللي النادي الاهلي يمكن ملعب اللي اتمرن عليه في اخر سفريه، ده كان قريب جدا من فندق الاقامه ونال اعجاب الجهاز الفني بالكامل واللاعبين. فاعتقد ده برده هيكون اختيار النادي الاهلي باذن الله بالتعاون طبعا مع اللجنه المنظمه للنهائي الافريقي. وده طبعا اللي اعتدنا فيه من النادي الاهلي ان كابتن سمير عدلي وكابتن صلاح حفيظ مدير الكره بالنادي طبعا سبقوا البعثه لانهاء كافه الاجراءات عشان يوفروا كل السبل الراحه للفريق عشان الفريق ما بقاش قدامه غير التفكير الفني وتحقيق كل امال وطموحات وجماهير النادي الاهلي وتحقيق ان شاء الله اللقب الثالث على التوالي محمد وال11 في تاريخ النادي الاهلي باذن الله رب العالمين برغم كافه الصعوبات، ولكن ان شاء الله يكون رجال النادي الاهلي على قدر المسؤوليه وان شاء الله يكونوا عند حسن ظن جماهيرهم باذن الله. طيب سؤال اخير يا محمد، ولو عندك اضافه كمان عايز تضيف، لو ما عندك معلومات ثانيه طمني على السوليه واليو ديانج، حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، محمد عبد المنعم،
يلحقوا النهائي ولا لا، وهل ممكن الجهاز يصطحب المجموعه دي كلها حتى لو في حد ممكن ما يلحقش عشان يطمئن عليه لسه قدامنا 5 ايام ولا لا. يعني حطنا في الصوره في الجزئيه دي، ولو عندك معلومات اضافيه وعندك اخبار جديده برضو احنا معاك. يعني عاوز اطمنك يا محمد واطمن كل جماهير النادي الاهلي، الحمد لله ان شاء الله السوليه ديانج حمد فتحي ثلاثي الارتكاز هيكون موجود في تدريب اليوم، وان شاء الله بدايه من اليوم هم تحت امر الجهاز الفني باذن الله وجاهزين لمواجهه الرجاء الوداد البيضاوي المغربي. كمان عاوز اطمنك ياسر ابراهيم ان شاء الله هيكون موجود، طبعا ايمن اشرف كان غايب للايقاف في مباراه الدوري لكن هيكون موجود هو كمان. كل اللاعبين الحمد لله في حاله جيده، يمكن كمان قبل التمرين شفنا اكرم توفيق بيواصل برنامجه التاهيلي، كمان محمد عبد المنعم كان برفقه الدكتور احمد ابو عبد رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي. محمد عبد المنعم هو اللي فيه صعوبه شويه بالحق بالمباراه محمد، ولكن خلال الايام القليله المقبله هيكون برضو بيستعد مع الفريق وسفره من عدمه ده هيرجع طبعا لرغبه المدير الفني للفريق بالتنسيق مع دكتور احمد ابو عبله سواء كان يسافر او لا. لكن عاوز اطمنك لكل لاعيبه النادي الاهلي في الحاله البدنيه والفنيه والمعنويه اللي تؤهلنا ان شاء الله ان احنا نحافظ على اللقب المفضل لجماهير النادي الاهلي والفريق النادي الاهلي. كل اللعبة مركزه، ما فيش صوت يعلى زي ما قلت لك فوق صوت نهائي دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله النادي الاهلي يحقق نحو المجد والبطوله الثالثه على التوالي وال11 في تاريخه باذن الله يا محمد. باذن الله. زميلنا محمد توفيق موفد قناه الاهلي من ملعب التتش بالجزيره، شكرا جزيلا ليك. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل نرجع مع بعض ونشوف اخر فقره معانا في برنامج الترند.